كان كويس قوي. لازم نجمع كل الادله ونقدمها للنيابه. استني يا امل، انا عاوزك في حاجه. في كان في موضوع كده كنا اتكلمنا فيه انا وانتي من مده، وانتي طلبتي مهله عشان تفكري. موضوع ايه؟ موضوع يخصني ويخصك. مش فاكر. يا للدرجه دي الموضوع مش على بالك وما انتيش فاكراه؟ موضوع جوازنا، ولا ده خلاص ما بقاش على بالك خالص؟ لا والله يا ماهر، الواحد من كتر المشاكل بقى خلاص مش عارف راسه من رجليه، وخصوصا موضوعك الاخير مع الوزير. يا حبيبتي موضوع جوازنا ده حاجه والمشاكل دي حاجه تانية خالص. يا المشاكل عايزه تسيبنا دي ورانا ورانا، اقربها امبارح. ايه حصل ايه امبارح؟ امبارح لما نزلت من المكتب، عارف لقيت مين مستنياني تحت؟ مين؟ زينات. زينات؟ وكانت عايزه منك ايه دي؟ قالت لي على موضوع كده في منتهى الغرابه، مش عارفه انا ما صدقتوش. موضوع ايه ده؟ قالت لي انها راحت زارت سالي. سالي؟ فاكرها؟ طبعا طبعا فاكرها، كانت صاحبة الدكتور وحيد الله يرحمه. ايوه مظبوط الله يرحمه. عرفت منها سر في منتهى الخطورة. سر ايه ده؟ انك انت اللي ورا قتل الدكتور وحيد. انا؟ دي كدابة وستين كدابة كمان. وانا ايه؟ قتل قتلة؟ ثم مصلحتي ايه انا اقتل الدكتور وحيد؟ اولا ده كان صاحبي، ثانيا كان زبون عندي، هو في رجل اعمال يقتل الزبائن بتوعه اللي بيستفيد من وراهم. سالي طلبت منك انك تقتلني، وانت كلفت واحد من رجالتك يقوموا بتنفيذ العمليه، وبدل ما يقتلني غلط وقتل الدكتور وحيد. ده ايه التخاريف اللي بتتقال دي؟ ده ولا اللي بيجرى في السينما. انا خلاص بقيت محتاره وخايفه. خايفة من ايه بس؟ خايفة منك ومن الناس كلها. أنا مبقاش عندي ثقة في أي حد. يا حبيبتي، يا حبيبتي اللي بتعمله زينات ده بتعمله عشان تفرق ما بيني وما بينك. وهي إيه مصلحتها في كده؟ مصلحتها إنها بتحبني وعايزة تنتقم مني عشان أنا ما اتجاوبتش معاها. ما أنت عارفة بقى الستات وكدهم. مش عارفة، أنا مبقتش عارفة أي حاجة، مش عارفة مين الصادق ومين الكذاب. صدقيني يا حبيبتي دي مؤامرة، مؤامرة معمولة علينا. وبعدين ايه اللي هيجمع ما بين الشامي وما بين المغربي؟ ايه اللي هيجمع سالي بزينات؟ وعين ما انت عارفة سالي خلاص مخها طق وابتدت تخرف. اهدي يا حبيبتي، اهدي اهدي وانسي الموضوع ده بقى خلاص. انت عارفة قد ايه انا بحبك، وقد ايه انا لا يمكن استغنى عنك. عشان كده أنا قررت إن جوازنا لازم يكون خلال الأسبوع ده. ماهر أنا أعصابي تعبانة أوي، ممكن نأجل الموضوع ده شوية؟ لا حبيبتي مش هنأجله، أنا قلت هنتجوز الأسبوع ده، يعني هنتجوز الأسبوع ده. أهلا يا ماهر. يا أهلا وسهلا. إزيك يا مراد؟ إزيك أنت، وحشني. اتفضل. يا انت عارف انا ما شفتكش من امتى؟ من يوم وفاه المرحوم وحيد. اتفضل. يظهر ان هو اللي كان بيجمعنا. الله يرحمه بقى. الله يرحمه. تاخد ايه يا ماهر؟ لا لا ولا حاجه. ها اخبارك ايه؟ صحيح، الحمد لله ان موضوعك مع الوزير اياه انتهى على خير. ايوه يا اخي، الناس اليومين دول كل ما يشوفوا حد ناجح يبقوا عايزين يدمروه. ايوه يا اخي، الناس بقت وحشه قوي، كل واحد بقى متربص للتاني، يسرقه يقتله يدمره يحقد عليه. الناس في الزمن الاخبر ده كل واحد فيهم بقى عدو لاخوه. ايوه. الاول يا مراد، اخبار سالي ايه؟
سالي؟ آه سالي كويسة يعني، أحسن دلوقتي، كل يوم بتتحسن. هي عايشة فين دلوقتي؟ عندي في المنصورية. على كده بقت طبيعية بقى وبقت تستقبل الناس؟ كل أصحابها بيجوا يزوروها. عايش. طب قولي، في واحدة أخيرا جت زارتها اسمها زينات. زينات؟ زينات اه صحيح، تقريبا من يومين كده في واحدة راحت البيت علشان تزور سالي. انت عارف انا مدي تعليمات للممرضة اللي هناك وكل الناس اللي في البيت، ممنوع اي حد يزور سالي الا بموافقة مني شخصية، لان انا برجع للدكتور بتاعها وباخد منه موافقة. بعتوها لي وقابلتها وقعدت وياها وقالت لي ان اسمها زينات. انت متأكد من الاسم ده؟ قالي في حاجة؟ لا اصلا بتهالي ان انا اعرف الاسم ده قبل كده، كان عندي واحدة بتشتغل في المكتب كان اسمها زينات، كانت كويسة قوي وبعدين اختفت كده في ظروف غامضة. مش عارف، هي المهم انها طلعت صاحبة سالي جدا. طب قول يا مراد، انت شفتها قبل كده مع سالي؟ الحقيقة لا، بس هي كانت قالت لي انها صاحبة سالي وانها سافرت بره قعدت حوالي 5 سنين، ولما رجعت وعرفت اللي حصل لسالي اتأثرت جدا واصرت انها تشوفها باي شكل من الاشكال. انا الحقيقة كلمت الدكتور بتاع سالي طلبت منه رد وهو وافق وقال جايز الزيارة دي تنشط ذهن سالي وتخليها تفتكر الحاجات اللي هي مش قادرة تفتكرها. هقول يا مراد، طب تقدر توصفها لي؟ هي الحقيقة ست جميلة ولذيذة ويعني ما تقدرش تقول فيها حاجة وحشة، يعني تحبها كده أول ما تشوفها، بس هو في وشها زي ما تقول أثار جرح حادثة مش عارف. طب هي قالت هتزور سالي مرة تانية؟ الحقيقة ما قالتش، أنا اللي طلبت منها إنها تكرر الزيارة لما لقيت إن وجودها مع سالي له تأثير إيجابي عليها. أخدت ميعاد؟ أنا طلبت منها ميعاد بس الحقيقة هي رفضت، هي قالت لي هتتصل بيا وهي هتحدد ميعاد. يبقى على كده أكيد أنت أخدت نمرة تليفونها. أنا برضو طلبت تليفونها بس هي رفضت. رفضت ليه؟ الحقيقة ما أعرفش. الله، إيه الحكاية يا ماهر؟ أنت نازل أسئلة عن الست دي يعني؟ إيه؟ تحب لو اتصلت تاخد لك منها ميعاد؟ يا ريت يا مرات، يا ريت. أوي أوي من عينيا، يا سلام، بس كده يا ماهر، أنت تؤمر. ها؟ أخبارك إيه بقى؟ المسألة بقت في منتهى الخطورة يا دهب. الولاية اللي اسمها زينات دي هتجرنا في طريق صعب. الله، وبعدين ما انت كده قبل اي تصرف لازم تتاكد الاول هي قالت ايه لسالي وسالي قالت لها ايه. ما انا قلت لك ان امل قالت لي اللي قالته سالي، بس انا الاول لازم ازور سالي واطمن واشوف اذا كانت خفت وعقلها رجع لها ولا لسه. يا سيدي يا ريت، يا ريتها ما تخف وتفضل تقول كلام المجانين اللي بتقوله.